الجمعية كتقوم بهاد الحملة هادي صافي دابا 5 سنين، ولكن التأسيس ديالها هادي يعني الرسمي على الورق يعني هادي 3 سنين ملي تأسست. دابا حنا بالنسبة لنا هادي النسخة الثالثة يعني في إطار جمعية كنديروا هاد العملية ديال التوزيع الأشخاص بين المأوى. في الأول حنا كي بدينا كنا كنوزعوا غير الكسوة والفراش وداك الشيء حيت وجدة معروفة بالبرد، ولكن قلنا ودي نبقاو نديروا وجبات ساخنة وهادي مع الفراش ومع الكسوة مع الغطاء. دونك هكذا هذه بالنسبة لنا حنا كنديروها كل جمعة، وكاين جمعيات أخرين كيتكلفوا بنهارات أخرين في الأسبوع. فوالا بالنسبة لنا هذه ديال اليوم هي السادسة، يعني كتمشي طيلة فترة الشتاء كل جمعة. فوالا بالنسبه لهاد الكسوه هادي كيعاونونا بها المحسنين اللي كيتابعونا في فيسبوك. بحال دابا غادي نخرجوا لهاد التفاته كنديرها كل جمعه، كنعطوا هادوك الناس اللي كينعسوا في برا اللي ما عندهمش ملابس، كاين اللي كينعس الكرتون، كاين اللي ما عندوش حوايج من ينعس. السلام عليكم، سميتي مصطفى الصنابي، عضو بجمعيه مغاربه متضامنون بلا حدود NSF. كما كتشوفوا معنا الان نحن في المقر ديال الجمعيه كنقوموا بايداد الوجبات الساخنه لفائده الاشخاص بدون ماوى، اللي غادي نقوموا بعض اللحظات باش نخرجوا نوزعوها على فائده هاد الاشخاص اللي عندهم واحد الظروف قاسيه في هاد الاجواء كما كتعرفوا. بالنسبه للعدد ديال المستفيدين كيتقدر من حوالي تقريبا كل اسبوع من 60 الى ازيد من 70 شخص عبر مختلف المحطات التي يتم المرور عليها هنا بالمدينة، ابتداء من المحطة الطرقية مرورا بالأحياء المجاورة ثم انتهاء بوسط المدينة، اللي كيعرف هناك تواجد بعض الفئات الهشة من هاد الأشخاص اللي بدون مأوى. دابا عملية التوزيع ديال الوجبات اللي دابا راها الساعة 11:10 ديال الليل، إن شاء الله تعيشوا معنا عملية التوزيع، وهذو هو الوجبات اللي وجدناها إن شاء الله مع الأغطية فريش. زيدوا هذا الفوق. دابا المهم المرحلة ديال التوزيع حتى هي كتقسم المرحلتين. المرحلة الأولى هي ديال المعاينة الأولية، كنبداو بالمحطة المعاينة الأولية، كيمشيو يشوفوا الحالات العدد ديالهم، شحال واحد ما عندوش فراش، شحال واحد ما عندوش كسوة، شحال واحد بلا تقاشر ولا هادي، كنديرو نحسبو الأحصاء ونجيو نديرو الوجبات ونديرو الفراش وداكشي، تعيشو معنا عاود هاد المرحلة.
كاين بواطا؟ كاين عندنا 14 15 هاك 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 السلام عليكم. معدين عندنا في هذه البلاد هذه ما خلوناش نمشيو ندبروا على راسنا وراها والدين هاربين من والدينا والمشاكل. لا الله محمد رسول الله بغينا غير نطلبوا التعادل. ودابا راه شي 8 سنين هنا في الشارع قصينا في الشتا وفي الريح وفي البرد. دابا كلشي بحال كي الصيف كي الشتا كي الريح كاينش اللي يعطيك كاع تاكل. لا ما كاينين شي وجوه قلالين اللي يتعاملوا معاك بحال والديك وحنا معاهم تيحل علينا الله. نشوف حالنا من هاد البلاد غادي نخليوها لهم. انا مشيت دابا شي 8 شهور باش مشيت في واحد الرموكه من برينصار سهل عليا الله. ريحت تما 3 شهور في الميريا كنت في بوتشي شي مشاكل مع شي دراري وداك الشيء تردونا هنا للبلاد. دابا شي 3 شهور باش جيت انا متنريسكي معاهم عاوتاني. كاينين شي دراري تيتعداو عليهم انا ما كاينش لي وصلنا تيمشيو تيعرفوا عند من يتعداو. المخزن تيتعدى كلشي تيتعدى. داروا لنا ترونسفير يدوك لكازا من برينصار تيشدوك في الحمله المخزنيه تيشدوك تيضربوك تيتعداو عليك وتيدوك لكازا بالسيف منك. ما بغيتيش تمشي تي ما ينطوك مع الكرسي. هذا ماشي تعدو تدبر على راسك ما يخليوكش تدبر على راسك. الشارع انت احنا تعاونتو معنا الله يسهل عليكم مويكلا وداك الشيء الله يرحم لكم الوالدين. كاين شي واحد اخر والو ما يعقلش عليك حتى من صيادله الحليب. مرة تفطر مرة ما تفطرش مرة تغدى ما تغداش على حساب. الا فطرتي ما تغداش تغدى ما تعشاش صافي تيحل الله. مرة تمشيو بريكولي وتنخذوا العباد الله الطونوبيلات ديالها تيلح لك 1000 فرانك ولا 15 درهم يلاه تتاخذ بها هذيك الماكلة ديالك ولا كنتي مبلي ولا شي حاجة. بغيتي تخدم في البنية تيطيح عليك صحتك على 70 درهم من 7 الصباح ل 4 العشية. خدمنا في البنية ولكن مولا وليدات والسبيطار وشوف تقدو 74 درهم ولا 100 درهم ولا 200 درهم. يا مرض لا شي واحد باللي الله يستار ولا فين غادي يديه ولا. دابا تمشي غير للسبيطار يقول لك لا ضروري خاصك تدبر عليا ضروري التدبيره ما تدخلش وما كايناش التدبيره. ولكن الا كان عندك فلوس يدخلوك طاير. لا طالب حقوق ما يعطيوكش الحقوق ديالك هنا راه ما غاديش تاخذهم. الحقوق هما اللي كاينين في اوروبا تما الحقوق ديالك مضمونين. هنا ما ضامن حتى شي حاجه هنا ضامن الجحيم. نمشيو ان شاء الله باذن الله الى سهل علينا الله نمشيو. علاش ما نمشيوش؟ شاد يا شاد شاد
خويا غير داك الميخال هاد الكوربي كندورو بيه خطرة جمع كارطور خطرة هادي نفوتو النهار بعدا لك 30 درهم 40 درهم. جينا جا وشنا جرد؟ يا دويا. ها؟ جينا يا. جيت قصبة اسمه ذا الخو. إيه. ماشي نمسار قصبي ما يتوينوني. ها؟ تقحتي ما تتوين؟ شنو استشام؟ يو خسخش تقلب شو تقصبة اسمه؟ إيه اسمه يا. اسمه ذا؟ إيه. يو تقحتي صح؟ إيه. ما خوتي واش نقول لكم، بلادنا هي زينة، زينة برشا كتير. أنا عشت تونس، عشت مشيت الكركور، عرفت الكركور فيه جات، راه بالعراق، ما خلت بونيس، بالإيطالي، غير الما. ما علاش أخوتي، بلادنا والله لا باهية 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 كثير. خليو بلا خوتي يعيشوا بلادنا، وما نحقوش بعضياتنا. أنا مرة أخوتي عطوني شي كاميرا عدسة خبالة وندخلكم جميع الخيرية، والله إلا شفت واحد المنظر ما تشوفوش، ما تقدروش تشوفوه. واش هذا وسخ؟ واش هذا جميع الخيرية أخوتي؟ واش ندخلو أخوتي؟ جيبولي شي عدسة خبالة وخليوني، والله تنصور لكم كلشي. لو كان دخلتم الحماق والناس عوق، انا واش انا يا هبيل يديوني تما؟ لا انت معك واحد بري مسكين داوى عليكم، واحد مسكين جابوه تعفور الله الا عرش. ها شحال تتبتبر؟ اخويا واش يقول لك انا شوف فيها وقول له شحال تتبتبر؟ شحال كان بات؟ راه والله الا فاتها 8 سنين. 8 سنين تبر واه
واش غادي دير؟ والله الا هالمره مساكن جابوا لي شي كسوه شي ناس ماشي فاش وداوه لي معليش راه ما هو لان والله قلت لك قلت لك لو كنت تمشي للجامعه الخيريه وتشوف لي فهاد الناشب بتعف راسك. لا مرحب لا ما لا ضو خلي على الله خلي على الله خويا خلي على الله واسمح لي اخوتي. السلام عليكم. انا بغيت ندور ندبر على وليداتي ونكون ملاح نشوفهم مزيانين ويجمعوني. ما بغيتش نبات في هذه الحياه في الزنقه. عندي 3 تاع الوليدات، 2 وليدات اللي تخونه واه من الطبيب محمد امين ما عرف مشيتو كاع من مشى صغير، وفاطمه الزهراء تقرا في وجده، ودانا ما كنمشيش كاع نشوفهم دابا مع خوتي. عايشه هنا في الزنقه عايشه من الصغر هنايا، واللي جاي كيحقرني وحده كيحقروني ويضربوني ما يخلوليش شاف عينيا. عاد راني من كنت مضروبه هنا ضربوني هنايا هاي الودن تحقرت. بغيتي نجمع وليداتي الله يستركم عاونوني. انا بزاف ما عرفتش من الصغر هذه بلاصتي انا حدا الكوميساريه. بغيت كي تعاونوني ما بغيتش نعيش في هذه الزنقه. بغيتي مش ما نعيش في هذه الزنقه غير نعيش حتى انا مع وليداتي ونجمع وليداتي ونجمع ندير شي محاليه كلش. ما بغيتش نبقى في هذه الزنقه. بغيتي الناس يعاونوني. هو انا كنطلب هنايا كتبني قيتني عاد بنادم مشيت نطلبو على ماكله قال لي صبري عليا مش كنتو ما جيتي عندكم ما زال متعشيت. والكورن باتي برا كتشوف الكسوه ما عنديش والله الا الناس يعطيوني. بغيت شي كسوه نستر فيها ماني لابسه والو. قال لي بصاي الحد هنا والجاكيطه والبرد وهذه حياتي. وانا ربي يخلي لي وليداتي ونجمع معاهم ان شاء الله. دابا هذه زوجونس واللي هي بالنسبه لنا نهايه التفاته، التفاته الدفء اللي كتنظمها جمعيه مغرب المنتظمين بلا حدود للسنه الثالثه ديالها، النسخه الثالثه بطبيعه الحال، والاسبوع السادس واللي كتستمر طيله فتره الشتاء، واللي بالنسبه لنا حنايا كل جمعه هو اليوم ديالنا في مدينه وجده. الحمد لله عندنا جمعيه، كل جمعيه كتكلف بالنهار ديالها. كيف شفتوا تمت عمليه توزيع اكثر من 60 وجبه على الاشخاص بدون مأوى، كذلك كانت توزيع ديال فريشه اغطيه ملابس، لان شفتوا بعض الحالات اللي كانوا ما لابسينش ولا سواء تقاشر اللي هذا الشيء بطبيعه الحال اللي كيتكلفوا به المحسنين الله يجزيهم بخير. حنا كنوصلوا الامانه بطبيعه الحال من خلال هاد سميتو هاد البادره هذه اللي كنقوموا بها. كنبغي نوجه واحد النداءين. النداء الاول هو انه نوفروا لهاد الاشخاص هادو مأوى، لان كيتعرضوا للاعتداء. يعني واخا كنعطيهم فراش مره خصنا نعطيهم مره الزوجه ومره الثالثه، وكذلك سواء لان كيكونوا نساء كبارات ولا يعني حتى كتلقى فتيات ولا نساء اللي كيتعرضوا للاعتداء والاغتصاب مع الاسف. كذلك الاطفال اللي كيبقاو في الزنقه اللي تا هما في سن صغار وهادي يعني هذا من جهه. جهه النداء الثاني نبغيو نوجهوا للصعيد الوطني انه حتى الجمعيات الاخرين يلتفتوا ويديروا هذه البادره هذه، انه كل جمعيه تكلف بنهار يعني في كاع المدن المغربيه ويلتفتوا لهذه الفئه. احنا فعلا محتاجين. مساكن كنمشيو عندهم كنلقاو ناس ترجف بالبرد ما معشياش ما مغطياش كاين اللي ما لابسش، يعني كتبقى التفاته لواحد الفئه اللي مهمله واللي ما كنلتفتولهاش. نتمنى ان شاء الله تولي هذه البادره هذه على الصعيد المغربي ان شاء الله. تبارك الله عليكم.